من الميادين هنا ميدان الرياضة. شهد الأسبوع الماضي معجزة كروية ستبقى حديث الناس لفترة طويلة. خلع برشلونة الإسباني رداء الإذلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وسطر أفضل عودة في تاريخ البطولات الأوروبية. ارتدادات العودة قد تكون مؤثرة على مستقبل ميسي ورفاقه، مشروع الإدارة القطرية لبطل فرنسا وحتى أندية أخرى مثل ريال مدريد بطل أوروبا. أماني مباراة برشلونة PSG كانت حديث الناس وستبقى ربما لأسابيع أو لأشهر قليلة حتى انتهاء دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على الأقل. مساء الخير جزاف لك ولجميع مشاهدي ميدان الرياضة. يعني عودة تاريخية لبرشلونة لن ينساها الجمهور ولا حتى تاريخ كرة القدم وسجلات كرة القدم. فوز تحدث عنه العالم أجمع كما ذكرت، لكن يبدو أنه استنزف البرشا وبدلا من إعطائهم دفعة معنوية كان متعبا لهم، فخسروا بالأمس أمام ديبورتيفو لا كورونا بهدفين لهدف. في هذه الحلقة سنتحدث عن الفوز وعن ارتداداته وردود الفعل عليه، وموضوعنا الثاني سيكون عن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. سنتحدث عن البرازيل المتصدرة والأرجنتين، وفي هذه الحلقة أيضا مقابلات حصرية لميدان الرياضة مع نجوم البرازيل السابقين ريفالدو أدميلسون ودونغا ورأيهم في برشلونة وأيضا في التصفيات. ماذا في هذه الحلقة وأكيد مواضيع أخرى وطرائف وغرائب، ماذا فيها نتابع. سداسية الألفية، وطريق البرازيل سالكة إلى روسيا 2018، وفي حلقتنا أيضا الحداثة تكاد تقتل الصناعات اليدوية. جزاف قبل العودة إليك كالعادة نذكر المشاهدين بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحة البرنامج عبر فيسبوك ميدان الرياضة باللغة العربية، وننتظر دائما مقترحاتكم عبر البريد الإلكتروني للقسم الرياضي sports@almayadin.net. ولمزيد من أخبار الرياضة ولمشاهدة حلقتنا يمكنكم زيارة موقع الميادين عبر الإنترنت almayadin.net وقراءة العديد من المواضيع، من بينها راموس يلعب دور البطل مجددا ويعيد الصدارة لريال مدريد، الزمالك يضع قدما في الدور الثاني لأبطال أفريقيا وغيرها، وأيضا بالإسبانية espanol.almayadin.net. تأهل ريال مدريد وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن الطريقة التي حسم بها برشلونة بطاقته أمام باريس سان جيرمان كانت تاريخية وعرفت بمعجزة كامب نو. صدم برشلونة عالم كرة القدم في العقد الأخير من إنجازاته في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وخصوصا ملاحم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن صدمته الأخيرة كانت من نوع آخر. استعد عشاق الكرة لمشاهدته يخرج من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته برباعية أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن النهائي. استعدوا لأن أبناء لويس إنريكي تعرضوا لإذلال كروي في باريس، دفع البعض للحديث عن نهاية حقبة ميسي وإنريكي إلى تسريع الإعلان عن نهاية مسيرته مع الكاتالوني في ختام الموسم. 96 ألف متفرج غزوا مسرح كامب نو وقليلون حلموا بالمعجزة. ساعدهم المدرب إوناي أمري بخطة دفاعية لم تكن على قدر الآمال. تلكأ فيراتي وتراب ثم كروزاوا واخترع موني ركلة جزاء ليجد الفريق المملوك قطريا نفسه متأخرا بثلاثية مطلع الشوط الثاني. انهار برشلونة بدنيا في الثاني، فقلص كافاني الفارق قبل أن تتحقق المعجزة بتسجيل برشلونة الثلاثية في آخر 7 دقائق، كان بطلها نيمار أحدثت هزة أرضية في جوار الملعب. صحيح أن برشلونة سجل سداسية، لكنه لم يقدم أفضل مبارياته أو استعراضات زمن غوارديولا. أحبط بلوغرانا مجددا حلم الإدارة القطرية بلقب قاري أول، وحتى لو لم يكمل المشوار إلى نهائي كارديف إلا أن سداسيته الصادمة كان طعمها ألذ من اللقب بالنسبة لكثير من عشاقه.
تعرف كلمة ريمونتادا أو الكامباك بالتعويض بعد خسارة كبرى في الذهاب ثم ردها إيابا على غرار ما قام به برشلونة أمام باريس سان جيرمان. الزميلة أماني مهنا تطلعنا على أبرز الريمونتادا إنما في مباراة أو منافسة واحدة رياضية. نعم جوزيف، سنبدأ من تشامبيونز ليج 2005. عوض ليفربول الإنجليزي تأخره بثلاثة أهداف للا شيء أمام ميلان الإيطالي في الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا 2005، وحوله تعادلا مثيرا ثم فوزا مثيرا بركلات الترجيح. في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999 تقدم بايرن ميونخ الألماني طوال مواجهته تقريبا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن هدفين من شيرينغهام وسولسكيار شكلا واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ اللعبة. في السوبر بول الأمريكي لعام 2017 فاز نيو إنجلاند باتريوتس على أتلانتا فالكنز 34-28 بعد التمديد، معوضا تخلفه ب 28-3 في الربع الثالث. أما في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي NBA لعام 2016 تقدم جولدن ستيت ووريرز ب3-1 على كليفلاند كافاليرز، لكن لبرن جيمس ورفاقه قلبوا الطاولة على حامل اللقب وفرضوا مباراة سابعة أحرزوا فيها اللقب الأول في تاريخهم. عام 1998 كان الإسباني كارلوس ساينز في طريقه لإحراز لقب بطولة العالم للراليات، لكن قبل 500 متر من اجتياز خط الوصول تعطل محركه فاتحا الباب أمام الفنلندي تومي ماكينن لإحراز اللقب. كانت هذه أبرز الريمونتادا في كل الألعاب، والآن عودة إليك جوزيف. شكرا لك أماني. رأي نجوم اللعبة يكون مؤثرا في العادة. ميدان الرياضة التقى لاعبا سابقا في برشلونة هو البرازيلي إدميلسون الذي حمل ألوان الكتالوني بين عامي 2004 و2008، فما كان رأيه نتابع معا. ما هو الفارق بين برشلونة اليوم وبين برشلونة في الزمن الماضي وليس في الزمن البعيد خلال مشاركتك مع الفريق الكتالوني؟ هل ميسي هو من صنع الفارق وجعل برشلونة اليوم هو صاحب الحقبة الأفضل في تاريخ النادي الإسباني، أم هناك عوامل أخرى؟ هناك تواجد ميسي بالطبع، لكني أعتقد أنه في الفترة التي لعبت فيها كان هناك أيضا رونالدينيو وإيتو وديكو، وهم لاعبون جيدون جدا. أعتقد أن برشلونة أكثر من ناد لأن لديه طريقة معينة في أسلوب لعبه لا يغيرها. يكمن الفارق مع باقي الأندية بالتقنية ونوعية اللعب، الاستحواذ واللعب الجميل، ليس فريقا يلعب من أجل النتيجة. الفارق أن هذه التشكيلة تلعب منذ 10 سنوات بمستوى مرتفع، وآمل أن تستمر بهذا الشكل. استمعنا إلى رأي النجم إدميلسون في برشلونة وفي ما حدث معه، ولكن الكل جوزيف تساءل اليوم كيف يمكن لفريق أن يربح أو يفوز ب4-0 ويسيطر على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، ومن ثم يخسر ب6-1 أمام نفس الفريق. صحيح أماني، اللافت أن تشكيلة PSG وتشكيلة برشلونة كانت نوعا ما مشابهة بين مباراتي الذهاب والإياب. الكل تحدث عن الحالة النفسية للفريقين. مونييه مدافع باريس سان جيرمان قال بعد المباراة بأنه PSG لا زال ضعيفا في هذه الناحية تحديدا كي يكون يشبه الأندية الأوروبية الكبرى مثل برشلونة وبايرن ميونخ. هناك حالة نفسية، حالة الإعدادية والخبرة كما تحدثنا، هناك ظروف المباراة أيضا، كيف تقدم بسرعة برشلونة ب3 أهداف ثم تلقى الهدف وكان بحاجة لكي يعود. هناك الحظ أيضا لعب دوره بشكل كبير، أن يسجل برشلونة 3 أهداف في 7 دقائق، يعني أمر لم يكن يتصوره حتى لاعبي برشلونة. هناك اللاعب ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان بدأ بتقبل التهاني في أرض الملعب من لاعبي برشلونة، قالوا له مبروك لقد تأهلتم إلى ربع نهائي بعد لاعبي برشلونة. وبالتالي هناك يعني كل هذه الأمور ساهمت. حتى الحارس الألماني تيرشتيغن لبرشلونة قام بالصراخ على زملائه بعد تلقي هدف كافاني وقال لهم نحن برشلونة لن نموت، لا يمكننا أن نموت، برشلونة يستمر ولا يستسلم. كان المستحيل ليس ألماني أصبح ليس برشلوني. صحيح. اليوم وكل هذه العوامل أدت لتسجيل 6 أهداف في صفوف لمصلحة برشلونة بمرمى باريس سان جيرمان. لم يؤثر على معنويات PSG، يعني رأيناه بالأمس كان عم بيفوز على لوريان ب2-1. صحيح، الفارق كبير جدا بين دوري أبطال أوروبا ودوري الإسباني أو الدوري الفرنسي. برشلونة خسر مع ديبورتيفو لا كورونيا كما ذكرتي كمان 2-1 وباريس سان جيرمان، وكمان باريس سان جيرمان فاز بنتيجة 2-1
1 على لوريون بليغ 1. على كل حال بما انه نتحدث عن بي اس جي وعما حدث في الكواليس، كانت جلسه بيتزا للاعبي سان جيرمان اثارت الراي العام الباريسي اثناء مناقشه دارت بين 4 من اللاعبين، تحدثوا خلال تناول الغداء حول فرحتهم او فرحتهم بالخساره بـ5 اهداف مقابل هدف في الإياب وتأهلهم لدور الثمانية. تحدث كل ماركو فيراتي، توماس مونيه، بليز ماتويدي وليوليان دراكسلر نراهم طبعا في الصورة على مأدبة غداء بيتزا بشأن النتيجة المتوقعة في كامب. بدأ الحوار بسؤال فيراتي لزملائه قائلا: إذا خسرنا 5-1 هل تعتقدون أننا سنكون سعداء؟ أجاب مونيه: لا، سأكون منزعجا. بينما دراكسلر رد: سأكون سعيدا بتأهلنا لدور الثمانية. ووافقه ماتويدي الرأي. بعد الخسارة بـ6-1 أشار مونيه: كان يجب التحضير للمباراة بهدوء ومهنية أكثر، وهذا ما يفتقده سان جيرمان كي ينضم إلى مجموعة برشلونة أو بايرن ميونخ. حتى on va marquer premier temps. يعني برغم هذه الفاجعة جوزيف، ذكرنا أنه لم يتأثر نادي باريس سان جيرمان، وأيضا القطري ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان منح الثقة للمدرب أوناي أمري، برغم أنه الهدف الأساس من قدومه كان نقل تجربته الأوروبية الناجحة مع إشبيليا في أوروبا ليج إلى سان جيرمان الذي خرج من المواسم الأربعة الماضية من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. يعني أمان الخيبة كانت كبيرة في فرنسا، باريس سان جيرمان خسر، خرج من ربع النهائي بـ4 مواسم متتالية، ثم في ثمن النهائي بعد ما تم شراءه من قبل مجموعة قطر للاستثمار الرياضي. هناك خيبة ليس فقط في فرنسا، إنما في نادي باريس سان جيرمان هناك تشكيك في مشروع الإدارة القطرية التي ليست قادرة حتى الآن في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا. لكن أماني، نتحدث دائما عن مشروع إحراز دوري أبطال أوروبا، هناك يعني 32 نادي يبدأون موسم بدوري أبطال أوروبا، يعني مانشستر سيتي لديه مشروع، تشيلسي لديه مشروع، باريس سان جيرمان لديه مشروع، كل الأندية لديها مشاريع، لكن الفائز واحد. صح. وبالتالي لهذا سبب هذه المسابقة تتركز عليها الأضواء، وبالتالي مشروع واحد يتوج في نهاية الموسم. يعني كل ذلك جوزيف لم يمنع جماهير برشلونة من الاحتفال بهذا الموضوع، وكانت فرحتهم لافتة بصراحة. يعني بالنسبة لفريق أحرز لقب دوري الأبطال 4 مرات وأيضا دوري المحلي 7 مرات في آخر 10 سنوات، كانت الفرحة لافتة لجماهير برشلونة. الفريق البطل عندما يخسر يعود لنقطة الصفر دوما، خصوصا أن الخسارة كانت مستحقة ذهابا وحقق اللامتوقع برشلونة. هذه الفرحة جوزيف أيضا أصابت أحد المعلقين الكتالونيين بعد معجزة برشلونة، نوبة فرح جنونية ذكرت بالمعلق الأيسلندي جوزيف إذا تذكره خلال كأس أوروبا الأخيرة. صحيح. بعد أن أحرز سيرجي روبرتو هدف الفوز الذهبي في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، أجهش المعلق ألفريدو مارتينيز في البكاء وكأنه يعلق على آخر مباراة في تاريخه، بينما ذهب زميله أبعد من ذلك وتخلى عن التعليق من شدة الفرحة وراح يعانق زملائه. Gol del Barça! يعني عادة المعلقون المحليون عادة ما يكونون الأكثر تفانيا وإخلاصا لفرقهم، وكما نشاهد هذه القناة الكتالونية التي كانت تقوم بالتعليق على هذه المباراة وبعد الهدف السادس الذي سجله سيرجي روبرتو. إضافة إلى الجمهور وإلى المعلقين وكل ذلك، أيضا اللاعبون احتفلوا جوزيف، انتشر فيديو لاحتفال النجم ميسي بعد تسجيل زميله سيرجي روبرتو الهدف السادس، ظهر وهو يحتفل بطريقة جنونية مع جماهير برشلونة في مدرجات ملعب كامب نو. أطلقت الفنانة العالمية شاكيرا صديقة مدافع برشلونة جيرار بيكي العنان لفرحة هستيرية بعد فوز الكتالوني على بي اس جي. نشرت شاكيرا التي ترافق غالبا بيكي إلى أي مباراة يشارك فيها برشلونة، نشرت مقطع فيديو بفرحة عارمة في مدرجات ملعب كامب نو عقب الهدف الحاسم للاعب سيرجي روبرتو. صرخت شاكيرا استوريكو أي تاريخي، محتفلة بهذا الانتصار الكبير. واللافت أماني أن شاكيرا قد تكون أشهر زوجات نجوم كرة القدم، يعني لدرجة أن شهرة شاكيرا تضاهي شهرة زوجها، لأنه هي أصلا مشهورة بالأساس. جيرار بيكي عادة نشاهد أصدقاء صديقات رونالدو أو ميسي أو زوجاتهم تذكرنا بتوني باركر الذي كان لفترة على علاقة بنجم
النجمة إيفا لونجوريا قبل انفصالهما. جوزيف، بالحديث عن الفرحة وعن جماهير البرشا، كانوا سعداء أكثر من الفوز، أنه استطاعوا أن يكيدوا جماهير ريال مدريد. صحيح. إضافة صحيح. إلى الفوز، هذا الفوز التاريخي فعلا، يعني كان هناك فرحة جنونية أنه ريال مدريد. صحيح، وحتى كان في طرف سعيد هو جمهور مارسيليا في فرنسا، يعني ريال مدريد جمهوره يكره برشلونة، وجمهور مارسيليا كان سعيدا في فرنسا لخسارة باريس سان جيرمان، فيعني فالفرحة كانت مزدوجة على الجهتين. صحيح. سنكمل هذه الأخبار السريعة جوزيف، وبرغم أنه شاكيرا قبل ذلك، برغم أنه شاكيرا البالغة 39 عام وبيكي لديهما طفلان كما ذكرنا ميلان وساشا، إلا أنها أعلنت أخيرا عدم نيتها الزواج قريبا ببيكي، علما بأنها حاضرة دوما في مدرجات ملعب الكامب نو كما ذكرنا سابقا. صحيح، هذا بالنسبة لشاكيرا. هناك كانت هزة أرضية أماني في ملعب كامب نو بعد تسجيل الهدف السادس خصوصا لسيرجي روبرتو. صح، هناك تقارير صادرة عن معهد علوم الأرض في كاتالونيا أكدت أن المرصد الخاص بالمؤسسة قد رصد هزة قوية جدا بعد إحراز سيرجي روبرتو الهدف السادس لبرشلونة. أكد المعهد أن الهزة هي الأقوى التي رصدها خلال السنوات الخمس الماضية منذ أن تم تركيب وحدة القياس به، وهذا المعهد يبعد حوالي 500 متر عن ملعب كامب نو. ذكر أن وحدة القياس قد رصدت أيضا عدد من الاهتزازات بالتزامن مع الأهداف الأول والثاني والثالث الذي كان أقواهم حتى سجل روبرتو السادس، وأكد أن الهدفين الرابع والخامس لم ينتج عنهم أي هزات عنيفة. صحيح أماني، هذا نتيجة وفرة الألقاب التي حققها وأحرزها برشلونة في السنوات الماضية. برشلونة جمهور اعتاد على الانتصارات، لكن في هذه المباراة كان متأخر 4-0، وهذه العودة هي التي فاجأت الجماهير وجعلتهم يكونوا مشابهين لجماهير أخرى إنجليزية وأوروبية مثل ما حصل الموسم الماضي مع نادي ليستر في إنجلترا. صحيح، يعرف جمهور برشلونة عادة جوزيف بالهدوء يعني بمقارنة مع الأندية الإنجليزية، ولكن بسبب الألقاب، بسبب هذه السداسية يعني جن جنونهم. صحيح، هذا هو جيل الحقبة الحالية الذي اعتاد على الألقاب 7 مرات دوري الإسباني في آخر 10 سنوات، 4 مرات دوري أبطال أوروبا، ما عدا البطولات الأخرى في كأس السوبر الإسبانية والأوروبية وكأس العالم للأندية، وبالتالي جمهور برشلونة أصبح معتاد على الألقاب. خسارة 4-0 في باريس هي التي كانت الصدمة الكبرى له. هذه الفرحة لم تقف فقط عند شاكيرا وعند المشجعين، امتدت إلى النجم ليونيل ميسي. انتشر فيديو لاحتفال هذا النجم أو البرغوث بعد تسجيل زميله سيرجي روبرتو الهدف السادس، ظهر وهو يحتفل بطريقة جنونية مع جماهير برشلونة في مدرجات ملعب كامب نو. ميسي كان ينتظر الكرة لكنه وجه نظره نحو روبرتو حين تجاوزته الكرة، وعندما رآها تسكن الشباك الباريسية نظر إلى الحكم المساعد ليتأكد أن الهدف احتسب، ليطلق العنان لفرحته الجنونية التي لم يسبق أن قام بها النجم الأرجنتيني. وسجل البرغوث الأرجنتيني هدفا من الأهداف الستة التي دك بها الفريق الكتالوني شباك الحارس الألماني كيفن تراب، وذلك من ركلة جزاء تحصل عليها زميله البرازيلي نيمار دي سيلفا، والتي كانت مشكوك بأمرها إلى حد ما هذه الركلة. من المرات النادرة جوزيف لا نرى ميسي بطلا وحيدا لإنجاز برشلونة. صحيح أنه سجل ركلة جزاء، لكن لاعبي سان جيرمان أقفلوا عليه كل المنافذ، وقيل أنه كان مكبل. وجوزيف يعني لا أعلم إذا كان هذا صحيح، ولكن دائما نرى النجوم يعطون فرص، يعني اللاعبين داخل برشلونة يعطوا ميسي عادة فرصة، أو حتى بريال مدريد يعطوا دائما الركلات الجزاء للكبار للنجوم دائما يعني. دائما أمان يكون هناك النجم أول في الفريق والنجم أول محدد لتسديد ركلات الجزاء، لكن ميسي في هذا الموسم واجه خلال مشاركته مع برشلونة بعض الجدلية بمركزه، هل هو دور وسطي في مركز الملعب أو دور على الجناح. في المباريات الأخيرة لم يكن ميسي هو الأبرز في برشلونة، كان نيمار. هناك موضوع تمديد عقده لميسي لم يحصل حتى الآن، وهو أمر قد يكون أثر عليه لأول مرة. ماذا عن أنريكي اليوم جوزيف بأنه تحدث عن التأجيل؟ أنريكي أعلن أنه سيترك برشلونة في نهاية الموسم، وكان مرتاحا جدا في هذه المباراة بعد اتخاذ هذا القرار في التوقيت المناسب، وقد يكون هذا التوقيت هو الذي ساهم برحرحة برشلونة. طيب بما أنه نتحدث عن نيمار، لنتحدث قليلا، بما أنه نتحدث عن كفاءة دور ميسي عفوا، لنتحدث
نتحدث قليلا عن البرازيلي نيمار بطل المباراة، هدفان وتمريرة حاسمة لسيرجي روبرتو في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع. نجم برشلونة نيمار استخدم رياضيات للسخرية من لاعبي سان جيرمان، لم ينسى السخرية التي قام بها الثنائي أدريان رابيو وليفن كورزاوا عقب فوز فريقهم الكبير برباعية نظيفة في الذهب. نشر رابيو صورة يظهر من خلالها رافعا 4 أصابع من يده في إشارة للنتيجة الثقيلة، نراها للصورة على الشاشة، فيما ظهر الظهير الأيسر كورزاوا في الخلف مشيرا بعلامة النصر. ومن حظ نجمي باريس العاثر أنه بطل إسبانيا فاز ب6-1، فتحل نيمار ببديهة بسرعة بديهة إذا استخدم معادلة حسابية بسيطة للسخرية منهما عن طريق إعادة نشر صورتهما مع الكتابة فوق الصورة 4+2=6. وبالحديث عن نيمار، أيضا نيمار اعترض على الأداء التحكيمي لحكم مباراة ريال مدريد مع ريال بيتيس يوم الأحد لعدم احتساب خطأ فادح على حارس ريال مدريد كيلور نافاس وطرده من المباراة. وكنا نتحدث بداية الحلقة عن ديبورتيفو، إصابة نيمار حرمته من المشاركة في هذه المباراة الأخرى، تكبد فيها خسارة غير متوقعة أنزلت طبعا نادي برشلونة عن الصدارة. نكمل مع لاعبي سان جيرمان هذه المرة. حصل اللاعبون لاعبو باريس سان جيرمان على استقبال غاضب من بعض مشجعي الفريق في مطار لبوجيه قرب باريس بعد عودتهم من إسبانيا. هاجم نحو 30 مشجعا سيارات لاعبين معبرين عن غضبهم. ضرب أحدهم على زجاج سيارة لاعب الوسط الإيطالي تياغو موتا الذي قام بصدم المشجع ونقل الأخير بعد تعرضه لإصابة طفيفة نقل إلى المستشفى. أيضا وضع باريس سان جيرمان ليس جيدا أمامي، فبرغم فوزه على لوريان المدافع سيرج أوريا المدافع الإيفواري تأخر نحو 10 دقائق في النزول إلى مباراة ضد لوريان بعد متاعبه ومشاكله القضائية والقانونية بالموسم الماضي. كان فعلا موسم سيء أو أسبوع سيء لباريس سان جيرمان. المواقع المدريدية بدورها فتحت النار على مايكل أوين مهاجم ريال مدريد السابق بعد احتفاله الجنوني بفوز برشلونة على PSG. ركض المهاجم الدولي السابق في استوديو بي تي عقب تسجيل سيرجي روبرتو الهدف السادس لبرشلونة في الوقت بدل الضائع. انتقد أوين لاحتفاله بهذه الطريقة مع شركائه في الاستوديو ريو فيرديناند وستيفن جيرارد وجاري لينيكر، هداف مونديال 86 والذي حمل ألوان برشلونة بين 89 و92. حتى جماهير الأندية المختلفة أماني اعترضت على تحكيم في هذه المباراة للألماني دينيز أيتيكين. ومع هذه المشاهد للمحللين بينهم مايكل أوين نصل إلى نهاية الفقرة الأولى في حلقة اليوم من ميدان الرياضة. نتوقف مع فاصل وبعده نتابع للحديث مع نجوم المنتخب البرازيلي، ابقوا معنا. عجلة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2018 إلى الدوران هذا الشهر. البرازيل المتصدرة تحل على وصيفتها الأوروغواي في مباراة قمة، فيما تصطدم الأرجنتين أرجنتين ميسي بتشيلي. نتابع. بعدما استهلت مشوارها بخسارة أمام تشيلي بـ2 ثم بتعادل 3 مرات في 5 مباريات لم تنظر البرازيل وراءها، خطفت 6 انتصارات متتالية وضعتها على رأس ترتيب المجموعة الموحدة لتصفيات أمريكا الجنوبية. تبتعد سيليساو 4 نقاط عن أقرب منافسيها قبل 6 جولات على انتهاء التصفيات، ما يعني أن وجودها في الحدث العالمي من دون انقطاع منذ بدايته عام 1930 يبدو مسألة وقت ليس إلا. بدأت البرازيل التصفيات تحت أشراف بطل العالم السابق دونغا، لكن تحقيقه 2 في أول 6 مباريات أنهى مشواره الثاني مع بطلة العالم 5 مرات. جاء بدلا منه تيتي صاحب الخبرة شبه المعدومة كلاعب والناجحة مع كورينثيانز منذ مطلع العقد الحالي. فازت البرازيل تحت أشرافه بمبارياتها 6 ولم تتلقى سوى هدف وحيد سجله مدافعها ماركينيوس عن طريق الخطأ في المباراة أمام كولومبيا. خلافا للبرازيل تبدو غريمتها الأرجنتين في وضع صعب، فاز ميسي ورفاقه مرة واحدة في آخر 5 مباريات ويحتلون المركز 5 غير المؤهل مباشرة إلى المونديال. مركز راقصي التانجو سيكون مهددا عندما يواجهون تشيلي 4 برغم وجود ترسانة من المهاجمين في تشكيلة المدرب إدغاردو باوتسا على غرار ميسي وإغواين وديبالا وإغويرو ولافيتسي.
البرازيل المتواجد بذهبية أولمبياد ريو مع الفريق الأولمبي تحلم بتعويض إذلالها أمام ألمانيا بهدف لسبعة في مونديال 2014 على أرضها، فيما أرجنتين ميسي باحثة دوما عن لقب أول تمنحه للبرغوت قبل اعتزاله. ما هي أسباب فشل البرازيل في إحراز لقب كأس العالم في السنوات الأخيرة؟ بطل العالم السابق ومدرب البرازيل مطلع التصفيات الحالية كارلوس دونغا يجيب على هذا السؤال لبرنامج ميدان الرياضة. نتابع. لدي بعض الخطط لإكمال مسيرتي، لكن ليس في البرازيل وليس مع المنتخب. فأتولي تدريب سيليساو مرتين كاف، وسأبحث عن مهمة تدريبية خارج البرازيل. بشكل عام الناس تقيم كامل مسيرتي كلاعب ومدرب، لكن بالطبع لقب كأس العالم لعام 1994 هو العلامة الفارقة التي يتذكرها المشجعون. لكي تحقق النتائج أنت بحاجة إلى مجموعة جيدة وليس إلى مواهب وأفراد جيدين. يختلط الأمر على الناس دوما، فليس بالضرورة أن تحقق البطولات مع أفراد مميزين، بل يجب أن تملك مجموعة متكاملة. البرازيل تملك دوما لاعبين مميزين، لكن الفوز بكأس العالم ليس سهلا. ستحاول إحراز اللقب مجددا في كأس العالم، لكن عليها إيجاد الطريقة واللاعبين المناسبين. الحديث عن أفضل منتخبات في العالم اليوم صعب، المستويات متقاربة، وفي كأس العالم يتوقف الأمر على حالة الفريق والوضع الجسدي للاعبين. في كأس أوروبا لم تكن البرتغال مقنعة وأحرزت اللقب، فيما قدمت فرنسا أداء جميلا وخسرت في نهاية المطاف. المدافع ولاعب الوسط السابق البرازيلي إدميلسون حمل ألوان ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني، يتحدث لميدان الرياضة عن منتخب بلاده ويقارن بين النجمين رونالدينيو ورونالدو. نجم برشلونة وليون الفرنسي ومنتخب البرازيل إدميلسون، أهلا بك في قناة الميادين. ميرسي أفو. باستثناء نيمار، لماذا لم تنجب البرازيل لاعبين من سوبر ستار إذا صح التعبير، أو لاعبين من طينة الكبار، من طينة رونالدو رونالدينيو؟ لماذا لم تعد البرازيل ولادة؟ لا، جو بونس كو البرازيل باسي برسكي 12 عام. أعتقد أن البرازيل أمضت نحو 12 سنة تنجب لاعبين من طراز عالمي. كنا أبطال العالم عام 94 والوصيف عام 98، توجنا في 2002 وكان فريقنا رائعا في 2006، تراجع المستوى في 2010، وفي عام 2014 كان صعبا للغاية. أعتقد أن الكرة البرازيلية اليوم تفتقد للاعبي الشوارع. البرازيل في السابق كانت تخرج الكثير من لاعبي الشوارع، لكن اليوم مع الألعاب الإلكترونية والعنف في الشوارع أصبح الأهالي يخشون ذهاب أطفالهم إلى الشواطئ لممارسة كرة القدم، وهذا ما يفقد اللاعب البرازيلي الارتجال، وهي أبرز ميزاتنا بشكل عام. نعيش اليوم ثنائية ميسي ورونالدو، برأيك من هو الأفضل حاليا، نجم برشلونة أم نجم ريال مدريد؟ ميسي أكثر كمالا من رونالدو. رونالدو مهاجم رائع ومميز، يسجل أهدافا جميلة جدا ويحرز الألقاب، لكن الطريقة التي خاض فيها ميسي مسيرته حتى الآن بعمر 29 وتسجيله نحو 500 هدف ليست سهلة أبدا. طريقة لعبه تشبه كثيرا اللاعبين البرازيليين. وبالمناسبة، من هو الأفضل عبر التاريخ بالنسبة إلى إدميلسون؟ أعتقد أن كل لاعب له حقبته. لم أشاهد بيلي وزيكو يلعبان، لكن أفضل لاعب شاركت إلى جانبه كان رونالدينيو في برشلونة والمنتخب. كان لاعبا كاملا، تقنيا يسجل الأهداف برأسه ومن كل الوضعيات.
لعبت معه 4 سنوات بين 2004 و2008 في برشلونة. بالنسبة لي كان أهم لاعب زاملته، حتى رونالدو عندما لعبت معه في المنتخب لم يكن الأمر مماثلا. رونالدينيو أفضل لناحية الإبداع والابتكار، بالنسبة لي هو أفضل. Ronaldinho le passe dessus de la créativité, de l'improvisation. Ça c'est pour moi c'est le plus grand que j'ai joué. أما الآن فالأبرز في البرازيل هو نيمار، مستقبله كبير. أعتقد أن ميسي ورونالدو يتفوقان عليه، لكن إذا استمر في ذهنية جيدة ونظيفة سيقترب منهما. هل تعتقد أن باريس سان جيرمان قادر على تحقيق الدوري الفرنسي 7 مرات متتالية على غرار فريقك ليون؟ لا أعتقد ذلك، لأن كرة القدم تغيرت كثيرا اليوم. ليون أحرز اللقب 7 مرات متتالية في زمن صنع جان ميشيل أولاس ما هو أكثر من ناد. صحيح أن ليون منظم جدا اليوم، لكن مع أموال باريس سان جيرمان أصبح هدف ليون الفوز بالدوري المحلي صعب، والتتويج أيضا بدوري الأبطال الذي كان أكبر أهدافنا آنذاك. Possiblement, Lyon pouvait pas seulement gagner la Ligue française, mais pouvait gagner aussi la Ligue des champions. Ça, c'est le plus grand but de l'OL les années qu'on a joué. بالحديث عن الدوري الفرنسي، هل تعتقد أن موناكو قادر على الاستمرار في نهجه التصاعدي وفي سيطرته على الدوري في العام الحالي، أم أنه مع سياسة بيع اللاعبين الشبان سيفقد وهجه في السنوات المقبلة؟ بالطبع أعتقد أن الدوري الفرنسي سيكون صعبا على باريس سان جيرمان هذه السنة، لأن موناكو يقدم مستوى عاليا. صحيح أن نتيجة الذهاب أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كانت حساسة، لكن إذا فازوا بهدفين نظيفين يمكنهم التأهل. أعتقد أن دوري الأبطال سيكون صعبا عليهم، لكن الدوري قوي مع باريس ونيس الذي يقدم بطولة جيدة. أفضل لاعب في العالم لعام 1999، بطل العالم 2002، ووصيف 98 يتحدث لميدان الرياضة عن منتخب البرازيل، عن برشلونة وعن مشواره الرياضي. نتابع. بطل كأس العالم مع منتخب البرازيل عام 2002 وأحد أهم وأبرز نجوم برشلونة في حقبة ما بين نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، وصاحب لقب أفضل لاعب في العالم عام 99 لويس بوربا فيريرا ريفالدو. أهلا بك في قناة الميادين. ما هي اللحظات الأبرز في مسيرتك الكروية؟ هل هي الفوز بكأس العالم، اللعب إلى جوار الظاهرة رونالدو، التتويج بالكرة الذهبية، أم كونك أحد أساطير نادي برشلونة؟ أكثر اللحظات سعادة في مسيرتي هي عندما ارتديت قميص برشلونة وخضت معهم سنوات رائعة، وكذلك لم أنسى اليوم الذي توجت به بجائزة أفضل لاعب في العالم. سجلت هدفا من ركلة خلفية مزدوجة في مرمى فالنسيا لا تزال حتى يومنا هذا عالقة في أذهان محبي ريفالدو والبرازيل وبرشلونة، وهذه الركلة أو هذا الهدف أهل برشلونة إلى دوري أبطال أوروبا على حساب فالنسيا. أعتقد أن هذا الهدف لا يزال في ذاكرة ريفالدو حتى اليوم، ماذا تخبرنا عن هذا الهدف؟ لازلت حتى اليوم أتذكر جيدا هدف المقصي في مرمى فالنسيا، لقد كانت لحظة ساحرة لم تمحى من ذاكرة مشجعي برشلونة ومن ذاكرتي أيضا. عندما أعود بالذاكرة إلى تلك المباراة ولحظة إحراز هذا الهدف أشعر بالغبطة، لقد كان هدفا حاسما تأهلنا من خلاله إلى دوري أبطال أوروبا. لقد اخترت أن تنهي مسيرتك الكروية في دوريات مغمورة نوعا ما في أنغولا في أوزبكستان، وقد لعبت أيضا في الدوري اليوناني. لماذا هذا الخيار تحديدا، ولماذا لم تسلق طريق باقي النجوم العالميين حيث اتجهوا إلى الخليج وإلى الدوري الصيني الذي يوزع الأموال كما نرى حاليا؟ أنا أعشق التحدي على عكس أغلبية اللاعبين، لذلك اخترت بلدانا نامية كرويا لكي أساعدها على التطور وأقدم لها ما تيسر من الخبرات التي راكمتها خلال مسيرتي الطويلة.
اخترت أنغولا وأوزبكستان لكي أساعد تلك الشعوب، وهذا الأمر جزء من شخصيتي ورسالتي في الحياة. ألم تفكر باللعب في العالم العربي، ولا سيما أن هناك عروضا أتتك من الدوري القطري؟ ماذا تخبرنا عن هذا العرض؟ لقد حصلت على عرض للعب في الدوري القطري، لكن الأمور لم يكتب لها الخاتمة السعيدة. لا أريد الحديث عن تفاصيل الصفقة واسم الفريق، وأكتفي بالقول أنني تعرضت للغش. فعندما راسلني الفريق القطري وتحدثنا عبر الهاتف، اتفقنا على بنود معينة. وعندما اتجهت إلى الدوحة للتوقيع، فوجئت بتغيير تفاصيل العقد، فصرفت النظر عن الاحتراف في البلد الخليجي. هل تعتبر أنك سيء الحظ لأنك لم تلعب في الجيل الحالي لبرشلونة، أو الجيل الماضي مع غوارديولا وميسي تحديدا، هذه الثنائية التي جلبت العديد من الألقاب للنادي الكتالوني؟ لا أستطيع المقارنة بين مرحلة لويس فان جال ومرحلة غوارديولا. لقد لعبت تحت إشراف فان، وكان غوارديولا زميلا لي، وقدمنا أداء مميزا، وكانت فترة ناجحة جدا. كان لفان جال فلسفة خاصة، وغوارديولا فرض نمطا جديدا، لكن لا أستطيع التنبؤ كيف سيكون أدائي لو لعبت تحت إشراف غوارديولا. بالمناسبة، هل عرض عليك تدريب منتخب البرازيل؟ لم يعرض علي تدريب منتخب البرازيل، لكن أصدقائي ومحبي ريفالدو كانوا يطالبونني بتدريب السيليساو، فهم يعتقدون أنني سأكون مناسبا لهذه المهمة. لكن في السابق كان من الصعب أن أفكر في تلك الخطوة نظرا لضرورة الحصول على رخصة في حال أردت التدريب، لكن بعد وصول روماريو إلى الاتحاد البرازيلي تغير الأمر، وأصبح بإمكان أي لاعب محترف أن يمتهن التدريب بعد اعتزاله من دون الحصول على رخصة. ريفالدو، سمي لي 3 لاعبين استمتعت باللعب إلى جوارهم مع منتخب البرازيل، وأيضا 3 لاعبين غير برازيليين مع برشلونة. رونالدينيو غاوتشو، رونالدو، روبرتو كارلوس، وجميع اللاعبين الذين فزت معهم بكأس العالم عام 2002. وفي برشلونة باتريك كلايفرت ولويس فيغو وتشافي. في ظاهرة فريدة من نوعها لعبت مع ابنك في الفريق ذاته، كيف تصف هذه التجربة؟ أنا فخور أنني لعبت إلى جوار ولدي. لقد كانت لحظة عاطفية عندما دخلنا أرض الملعب سويا. في أول مباراة لعبناها انتابني شعور رائع، ولا سيما بعد أن أحرزت هدفا وسجل ابني هدفين. ما حدث هو جزء من تاريخ الكروي. اليوم ريفالدينيو ولدك يلعب في الدوري الروماني، هل ترى فيه نجما للمستقبل، خصوصا أنه يلعب في دوري نسبيا ليس في الدوري القوي في أوروبا؟ أتمنى أن يصبح ريفالدينيو لاعبا كبيرا في المستقبل، لكن مسيرته لن تكون سهلة، خصوصا أنه ابني. ستكون الأنظار شخصة عليه، وسيتعرض للكثير من الضغوطات. أتمنى أن يصبح ريفالدينيو لاعبا كبيرا في المستقبل، لكن مسيرته لن تكون سهلة، خصوصا أنه ابني. ستكون الأنظار شخصة عليه، وسيتعرض للكثير من الضغوطات. هو بحاجة للعمل الجاد وللكثير من التدريبات الشاقة، ولكن عليه أن يصنع شخصية خاصة به. أنا أقدم له الدعم المطلق، وأحاول تطويره من خلال خبرتي، وأعتقد أنه سيمثل منتخب البرازيل يوما ما. اليوم المقارنة الدائمة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، برأي ريفالدو من هو الأفضل؟ ميسي ورونالدو لاعبان كبيران، هما الأفضل في العالم حاليا. الجميل في المنافسة بينهما هو تحفيز أحدهما للآخر بشكل غير مباشر لاستخراج الأفضل وتطوير الأداء. على الصعيد الشخصي أفضل ميسي لأنه أكثر موهبة، ولو نجح في التتويج بكأس العالم سيكون أفضل من لمس كرة القدم عبر التاريخ. تحديدا
تاريخيا من هو أفضل لاعب عند ريفالدو؟ برأيي أفضل لاعب عبر التاريخ هو البرازيلي بيلي. نجم برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي ومنتخب البرازيل ريفالدو، شكرا جزيلا لك. شكرا. ريفالدو فضل ميسي على كريستيانو رونالدو. طبيعي أماني، لأنه ريفالدو حمل ألوان برشلونة وهو لديه عاطفة يعني تجاه هذا اللاعب، لكن الغريب للاعبين الذين مثلوا برشلونة وريال مدريد في نفس الوقت، وقد تحدث عن لويس فيجو، ولويس فيجو اتهم بالخيانة لدى رحيله من برشلونة إلى ريال مدريد، وهناك عدد آخر من اللاعبين مثلوا الناديين. قد يكون ميسي فعلا هو الأفضل جوزيف اليوم، لأنه بمهاراته ميسي أفضل بكثير من كريستيانو رونالدو. ربما يكون رونالدو معه كرة ذهبية يمكن أكثر، يمكن عنده صحيح جمهور أكبر ممكن، بس ميسي أفضل منه. صحيح أماني، يعني اليوم المنافسة بين اللاعبين على الكرة الذهبية واضحة، ميسي يملك 5 كرات ورونالدو 4 كرات، وهم أفضل لاعبين في آخر 10 سنوات. ولكن ما يزيد من هذه المنافسة أنه ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد، يعني رونالدو ليس في مانشستر يونايتد مثلا. لا نتحدث عن أفضل لاعبين في العالم في بطولتين مختلفتين، رونالدو وميسي أفضل لاعبين في العالم وفي الناديين الأكثر كرها في العالم ضد بعضهم. لهذا السبب يعني المنافسة تزيد بينهما، وهناك منافسة إعلانية أيضا ودعائية، ما يزيد من منافسة بين شخصين. على كل حال لدينا الكثير من الحديث عن رونالدو وميسي وكريستيانو وبرشلونة وريال مدريد، ولكن علينا أن ننهي هذه الحلقة. فاصل قصير ونتابع من بعده طرائف وغرائب. من جديد في هذه الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم لميدان رياضة، في وقت أعلنت شركة التجهيزات الرياضية الألمانية أديداس تحقيق أرباح قياسية فقط المليار دولار، مبلغ كبير جزاف المليار دولار في 2016. لا تزال قرية جبلية في كولومبيا تعيش تراثا رائعا في صناعة الكرة. نتابع. في عام شهد إقامة دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو وكأس أوروبا في كرة القدم، انعكست نتائج مبيعات أديداس التي تشتهر بصناعة الملابس الرياضية والكرات، فحققت مكاسب كبيرة في البورصة بأكثر من 7%. حققت الشركة الألمانية نموا بأكثر من 10% في معظم مناطق العالم التي تنشط فيها. بلغت أرباحها الصافية لأول مرة نحو مليار دولار في عام 2016، فيما ارتفعت عائداتها إلى 19 مليار و300 مليون يورو. على مقلب آخر في العالم، كادت الحداثة تدمر حقبة جميلة جدا في قرية مونغي الجبلية في كولومبيا. أغرقت السوق بكرات مصنوعة على الطريقة التجارية، فضربت عرض الحائط تقاليد خياطة الكرات. في ساحة مونغي العامة تتدلى الكرات من الشرفات والأبواب، وانتصب فيها تمثال على شكل كرة. في قرية يعود تاريخها إلى العام 1601 وتقع في مناطق جبلية وسط البلاد، يعمل ربع السكان البالغ عددهم 4900 نسمة في صناعة كرات القدم، موزعين على نحو 20 مؤسسة مختصة. لا يزال بعضهم يخيط الكرات يدويا منذ 30 القرن الماضي. بلغت ذروة الانتاج في 70، لكن عصر الكرات المخيطة ولى في زمن الصناعات الحديثة. يقوم هذان الزوجان بتجهيز 5 إلى 6 كرات يوميا مقابل بدل مالي يتراوح بين $2 و$2.8 عن كل كرة، ويعتبران أنها تقاوم الظروف المناخية خلافا للكرات المصنعة. لكن آخرين يعملون في مصانع تعتمد تقنية أكثر حداثة، إذ يستعملون قالب كرة من الكاوتشوك قبل أن يلصقوا عليه الأجزاء الخارجية. يصدرون كرات تصل إلى فنزويلا، ويستعينون أحيانا بخبرات ربات المنازل، لكن في زمن الكميات والصناعات الآسيوية الكبيرة الحجم تبقى مونغي مصدر اهتمام للسياح المستكشفين للجبال الكولومبية، أكثر من كونها مركز ثقل لصناعة الكرات في العالم. قبل خوض مباراة أرسنال الإنجليزي، تعرض الألماني ماتس هوملز مدافع بايرن ميونخ لموقف حرج. نشر الفريق البافاري فيديو لهوملز قبل استقلال حافلة الفريق،
حيث سقط كوب القهوة الذي كان يحمله على ملابسه، وهو ما سخر منه زميله في الفريق توماس مولر من خلال الضحك بصوت مرتفع لما حدث. أماني ماتس هوملز يعني بعد هذا الكوب قام بإنقاذ كرة رائعة خلال مباراة فريقه الأخير في الدوري الألماني، قد تكون من أبرز اللقطات الدفاعية هذا الموسم. أفاد كوب القهوة. كنا نتحدث عن ميسي في هذه الحلقة، الآن سنتحدث عن كريستيانو رونالدو، ولكن عن شقيقة كريستيانو رونالدو كاتيا أفيرو. نشرت فيديو لابنها دينيس البالغ 7 أعوام وهو يلعب كرة القدم مرتديا الرقم 7 مثل يعني خاله أو خاله نجم ريال مدريد. برغم الشبه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في بداياته، إلا أن حركات ابن شقيقة رونالدو ذكرت برونالدو بعد تسجيله لهدف. قام دينيس بالاحتفال على طريقة رونالدو ليتابع ذلك بصرخته الشهيرة. خالو رونالدو. خالو رونالدو. من خالو رونالدو إلى حارس مرمى فريق كريغ فالي الإنجليزي للهواة جوردان كاري، فقد قام بمشاجرة من نوع خاص مع قائم مرمى فريقه بعد تلقيه لهدف. بعد احتساب ركلة جزاء قام المهاجم بتسديد الكرة لكنها صدمت العارضة قبل أن تعود للاعب آخر سددها بالقائم مجددا، ومن ثم تدخل المرمى. ردة فعل الحارس كانت غريبة حيث قام برطح القائم ولكمه عدة مرات غضبا من هذه الكرة. ننتقل إلى لاعب اسكتلندي خشية من التأخر عن تدريبات فريقه فالكيك. علق اللاعب الاسكتلندي ديفيد ماكراكن في زحمة سير بسبب الأحوال الجوية، فنزل إلى الشارع لخوض تدريباته خلال توجهه للتمارين على الطريق الذي يصل بين مدينتين ستيرلينغ وغلاسكو. نزل ماكراكن قائد فريق فالكيرك ليخوض تدريبات خاصة. لم يكترث ابن 35 للأجواء الباردة والصعبة، حيث صور نفسه ليظهر للمدرب أنه لم يجلس في السيارة فقط، إنما خاض تدريباته وكأنه إلى جانب زملائه في ملعب التمارين. سنختم هذه الحلقة جوزيف الآن مع قناة 442 التي عبرت عن فوز برشلونة على PSG 6-1 بشكل ساخر. نترك المشاهدين مع هذه الصور، نلقاكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. One injury time, the biggest comeback ever. We were 4-0 down, but did we give up? Never. 6-1 was a night, it was the best game ever. Maybe it's the way I walked. Ow! Straight into the box, two-headed, yes! Cause I was OG, I was a retard. Ow! Neymar had his shin bone handed. We said, can you give the ball? What a night, it was the best game ever. 6-1 injury time, the biggest comeback ever. We were 4-0 down, but did we give up? Never. 6-1, what a night, it was the best game ever. Eddie scored, we need 3 more goals. We're screwed. Who's your daddy? Thank God he missed. Him too. No, everybody drop them off. Drop them off. Ref, he hit me. I'm a genius. We said, can you give the ball to me? He said, no.